بسم الله الرحمن الرحيم. من ضمن المزايا الأخرى في برنامج راديانت اللي هي أضيفت مؤخرا اللي هو ال 3D Volume Rendering، يعمل لي صورة 3D، الأيقونة بتاعتها اللي هي دي 3D، بنضغط عليها بيفتح لي شاشة تانية. تمام، جاب لي طبعا ال Arterial System، الأورطة والبرانشز بتوعه والعظم، بس باين التيبل في الخلفية عندي، فأنا عايز أشيلها عشان أحصل على صورة كويسة. فالورك ستيشنز فيها اوبشن ان انا ريموف تيبل، اشيل الترابيزه، لكن هنا مفيش. فانا بحتال على القصه دي ان انا ببص، يعني اخلي الصوره كده اكزيل وادوس على السكالبل المشرط واحاول اشيل يدويا المنظر ده كده. اول ما اسيب ايدي بيجيب لي 3 خيارات: كات انسايد، كات اوتسايد، اند كلير اريا. كلير اريا يعني الغي الخيار ده لو انا خدت حته من الجزء اللي انا مش عايز اشيل منه، فبختار اسكيب او كلير اريا. كات اوتسايد لو انا اخترت الجزء ده هو اللي يفضل معايا والباقي يتشال. كات انسايد اللي انا داخل التحديد هو اللي يتشال، فانا هضغط على كات انسايد او ادوس ديليت الاختصار بتاعها، فكده هو ايه، هيشيل الترابيزه. بعد كده ابص انتيريور مره تانية، تمام، واكبر الصوره عشان الريزوليوشن، يعني ايه، بياخد شوية كده عشان يحسن الصورة. تمام، لو انا عايز اظهر حاجات مش ظاهرة معايا بختار الويندو ده، اضغط عليها مرة واحدة لحد لما الليفت كليك يبقى لونها اصفر، وانزل بالثريشولد واطلع لحد لما احصل على الصورة المناسبة. تمام، فهنا باين معايا السيلياك ارتري والسبلينيك اللي هو التورشوس ارتري ده والهيباتيك ارتري، وده اللي نازل تحت الجاسترو ديودينال، وادي السبيرو ميزنتريك. تمام، لو عايز اشوف اكتر من كده هعمل روتيشن بال 3D، اضغط عليها والف كده. يعني الارتري الصغير ده الانفيريور ميزنتريك، لو عايز اشوف الالياك فيزلز بدوس على البان اشد هطلع لفوق، بس هو الارتيريال فيس اخرها كانت هنا، بس باين عندي الكومن اريا انقسم الى انترنال واكسترنال. ده باختصار الميزه بتاعت ال 3D ايميجنج في الراديانت. لو انا شغال في السكال ممكن ايه، ممكن يعني انشر السكال من فوق بحيث ابص على السكال بيز او يعني السكال فروم انسايد عشان اشوف السيريبرال سيركيليشن.